لعيبه رجاله ويعني ظروف صعبه جدا 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 الفتره الاخيره. مباراه الزمالك سفر وعندك بطوله بترجع على الدوري على طول، بتلعب فرقه الفتره الاخيره فرقه تقيله يعني منذ تولي كابتن حلمي، والفرقه عامله نتائج مميزه وليها شكل مختلف الفتره الاخيره، دايما شفنا نتائجها. النهارده الحمد لله بنكسب باريحيه بهدوء الحمد لله، يعني يمكن في لعيبه كتيره مريحه، لعيبه كتيره بتدخل، شفنا الحافز اللي عندهم، شفنا مفيش فرق بين لعيب كان بيلعب ولعيب ما كانش بيلعب، اصرار من اول المباراه انك تكسب، والحمد لله كسبنا وتصدرنا وان شاء الله نحافظ ونكمل وربنا يسهل ان شاء الله. مهم جدا طبعا تصدر بطوله الدوري عامله كده، انتوا رحتوا عاشور وفتحي وعلى عدد كبير جدا، والنهارده كمان اللعيبه اللي موجوده بتادي اداء اكثر من ده يمكن بيديكوا اريحيه وبيديكوا بتبقى صعد كده كابتن احمد، ان انتوا بتشوفوا كل اللعيبه يمكن مش مستوى واحد بس، مفيش تفارق كتير في المستويات. طبعا النادي الاهلي فرقه كبيره وطبيعي ان كل اللعيبه اللي موجوده عندك لعيبه يعني كبيره على قدر المسؤوليه، وده بيبان في الوقت اللي بتحتاج فيه اللعيب ويكون موجود رغم بعده، هو لعيب مركز ولعيب عارف اهميه المباريات، ولما يكون موجود بيأدي، وده اللي احنا يعني دايما كابتن حسام بيتكلم فيه مع اللعيبه واللي بيعود على اللعيبه يعني عليه. الحمد لله احنا بنجني ثمار يعني الكلام ده، يعني الاستقرار والاستقرار الاداء والحافز اللي عند اللعيبه الحمد لله، يعني الناس كلها شايفه يعني الحمد لله في ثقه وفي هدوء. انا بقول لك النهارده كسبنا بهدوء وباريحيه، يعني بتلعب فرقه برضه صعبه ولكن قدرت توصل وقدرت تحرز هدفين وضيعت، المهم جدا انك كسبت، المهم جدا انك تصدرت. ان شاء الله الفتره الجايه عندنا مرحله نحافظ على تصدر الدوري ونحسم البطوله ان شاء الله. اخر مباراه المقص لازم اكلمك عليها، استعداد اكيد زي كل استعداد المباريات، لكن برضو فتره قريبه وعدد ايام قريب، هتشتغلوا ازاي كابتن احمد على الفتره اللي جايه؟ يعني طبعا نفس الشغل بتاعنا، المباريات متلاحقه وغالبا ما فيش تغيير كتير في الشغل، ولكن دايما التغيير الفتره الاخيره في اللعيب اللي تعبان، اللعيب اللي بيريح، واللي احنا مبسوطين منه يعني الهدف اللي واصل للعيبه واللي باين عند اللعيبه، وسعداء بالناس اللي ما كانتش بتشارك، ولما بتشارك بتكون مركزه وبتأدي وبتحقق الهدف والهدف المطلوب منها، يعني ده مكسب كبير وسعاده للجهاز طبعا. يعني شكرا شكرا، كل الشكر تقدير طبعا للكابتن احمد ايوب المدرب العام لفريق النادي الاهلي، فوز هام جدا، النادي الاهلي بيتصدر بطوله الدوري العام، واكيد بنتمنى النادي الاهلي ان شاء الله، وبعرف الكوره النادي الاهلي ما بيتصدر بطوله الدوري العام ما بينزلش عليها. مستمرين معاك.